كده الحمد لله خلصنا المنهج كاملا، وكده كل سنة وانت طيبين، وان شاء الله تبتدوا الامتحانات ان شاء الله ربنا هيوفقك يا ابني. ثق في الله سبحانه وتعالى ودعوات والديك، انت بس اطلب منهم دعاهم واتعب، وانت تعبت طول السنة، فان شاء الله ربنا لن يضيع تعب حد تعب ابدا طول السنة. ادعلكوا ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق، وان شاء الله ايام الامتحانات تطلعوا مبسوطين، وان شاء الله اشوفكم كده في الجامعة ونسمع عنكم سمع كويس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.